السلام عليكم، معكم حيدر نصر الدين من مواليد مدينة القنيطرة، مهتم بميدان الابتكار، حاصل على شهادتين في الإعلاميات وإلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيزم. في إطار جائحة الكورونا شفت بزاف ديال المغاربة كاين اللي صاوب كمامة وكاين صاوب لي ماسك. فكرت قلت علاش ما نصاوبش جهاز كيجمع ما بين ماسك وما بين كمامة يكون ذكي. بقاو معايا ندير واحد التجربة ونتمنى انه ينال اعجابكم. هاد الحساس هذا الدور ديالو الا خلنسيتي الكمامة مفتوحة والشخص فات مسافة الامان الكمامة كتسد اوتوماتيك. ميزة اخرى في هاد الكمامة، الا نسيتها مفتوحه وجيت بقيت يدي في وجهي الكمامه راه اوتوماتيك كتسد. بالاضافه كتحتوي على الحساس لقياس درجه الحراره لشخص مقابل. الا فات الحراره درجه الحراره المعتاد كيعطينا واحد الفيبرور او لا سونور. وفي الاخير كنتمنى هذا العمل البسيط ينال اعجابكم.